بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي عشرة on برنش درس معاني الكلمات سوز لرني معنو لر مقص قيش مقاس قيش لر وز مقاسي سو بغن قطع كست يقطع كس يبت يوكي كسد يقطع كسكن قطع كسمق قدح استكن قدح أقداح استكن لر عتشاء چنقد يعطش چنق يبت يوكي چنقيد يعطش چنقين عطش چنقمق قليل از كثير كوب غني باي اغنياء بايلر تيباسد الف همزه تيباستا فتحه بار فقير كمبغل فقراء كمبغلر ذلك من ابو رجل كش رجال كشلر انا بولسك يخشه ذلك يعني من ابو بو ديگاني هذا بولد ذلك اوزاقا اشاره قلنده وراء أرقصد يوك خلف ديسيك هم بولد أمام أولد هم جملة نقيمس هذا سكين وذلك مقص بو بشاقدر وأنا وإسا قيشدر خذ هذا السكين وقطع الخبز وشبو بشاقنا ألغند ونان كسكن ركبت الحصان فذهبت إلى الغابة أغراضنا مندم سون إسا أرمانجا كتم باردم أين القدح يا أمي هنا يبني يوكي يا إبني يبني خبول سياش أي أنا جانم قدح قيرده بويرده أي أغلم أين الدجاجة هناك في الدار تو قيرده أنا ويرده خوله إيشده عتشت كثيرا فشربت قدحا ماء كوب جان قدم سون إسا بر قدح سو إيشتم هذا الرجل غني وذلك فقير بوكش بايدر وانا وإسا كمبغلدر قطعت الخبز بالسكين نان بشاق بلن كستم هاتي قدحا ماء بر بيالة بر قدح سو بيرجن كيلترجن اشرب فنجانا شايا بر بيالة شاي إشكن هذا قليل وهذا كثير بو أزر وبو إسا كوبتر هذا غني وهذا فقير بو بايدر وبو إسا كمبغلدر التلميذ يقرأ درسه أمام معلمه وقوش درسنا معلم أولد أقيت قرأت درسي أمام معلمي درسنا معلم أولد أقدم قرأت أقدم ديانا أمام أولد معلمي مني معلم ديانا چونك آخرين يخوش الكيوات ونا أولد إيسا بار إي معلمي مي بس أنا أستاذن بلد أين الفرس أت قيرده هناك وراء الدار أنا ويرده خولنين وراء أنا ميدا أرقصده يقطع الخبز نان كسكن أين قلم الحبري شارك لي روشك قيرده هاتي قلم الرصاصي قرغشن قلمنا بيرجن المهر يركض وراء الدار تايشق خول أرقصده يوريت هاتي المملحة يا بنتي تزدان بير اي قزالاغم العجل يشرب الماء بزاق سون ايش يبته